وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو التقى بنظيره البريطاني بين والاس في باريس بهدف حضور القمة الفرنسية البريطانية 36 والتي تسعى إلى إعادة وتعميق العلاقات العسكرية وسط الحرب في أوكرانيا. تصدر القمة اجتماع ثنائيا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك على أمل الاستفادة من حسن النية المتجددة مع زميله المصرفي الاستثماري السابق لإنهاء سنوات من الجدل حول قضايا مختلفة كالهجرة وصيد الأسماك. الاجتماع الذي طال غيابه 5 سنوات شكل أول قمة بين دولتين عسكريتين رئيسيتين في أوروبا كلتاهما عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أشار مستشار رئاسي فرنسي إن أولوية القمة هي إعادة العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي